بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الدرس طبعا الثامن، مميزات وطني الثروة المعدنية والصناعات. نعم، إذا القسم السادس طبعا الجديد في الاجتماعيات. نشرع على بركة الله، نكبر الصورة شوية. نعم، عندنا هنا قالوا لنا أتعرف أهم المعادن وعلاقتها بالتنمية الصناعية، وأبرز أهم الصناعات وتوجهات المغرب نحو الصناعات عالية التكنولوجيا. أمهد لتعلمي. يعتمد المغرب على ثروته المعدنية في خلق تنمية صناعية تهم تطوير الصناعات والارتقاء بها على المستوى التكنولوجي. ما أهم المعادن وأنواع الصناعات في المغرب؟ إذن سنتعرف على أهم المعادن وأنواع الصناعات في المغرب. ما الصناعات التي يعمل على تطويرها لخلق تنمية صناعية؟ ثم ما مكتسبات المغرب وطموحاته تجاه الصناعات عالية التكنولوجيا؟ إذا عندنا تقريبا 3 أهداف كبيرة. الآن سنرى أنجز أنشطتي. عندنا طبعا هذه الخريطة، ها هي. نعم، إذا هذه الخريطة هي أتعرف أهم المعادن وعلاقتها بالتنمية الصناعية. إذا العنوان ديال الموضوع توزيع المعادن بالمغرب، توزيع المعادن بالمغرب. إذا خصنا نشوفوا المفتاح الفوسفات بي اش، ثم السي اللي هو الكويفر النحاس، الحديد اف ار، الرصاص بومب، المنغنيز، المغنيزيوم، الزنك، ثم الفضة معروف الأرجون. وهذه هي معامل تحويل الفوسفات، وهذا ميناء لتصدير الفوسفات. إذا شفتوا الخريطة نلاحظ ان في طبعا جبال الريف وجود الحديد الدرجه الاولى، ثم طبعا الرصاص هنا، طبعا الاطلس المتوسط وجود الرصاص، والاطلس الكبير، ثم الاطلس الصغير. سنرى اهم المعادن، ها هما طبعا الكويفر هو النحاس، الحديد، الرصاص، المنغنيز، الزنك، ارجون، الفضه. اذا سنمر الى طبعا الانشطه او الاسئله ديال الانشطه عندنا. ثم هذه مهمة، هذه سنتعرف على طبعا إنتاج الفوسفات. عندنا المرحلة الأولى مناجم الفوسفات، كيمر مرحلة تصفية الفوسفات ونقل لبابه عبر أنبوب، ثم هنا معامل وتجهيزات التصنيع، أخيرا موانئ للتصدير. أرصد من الوثيقة إثنان المراحل التي يمر بها معدن الفوسفات. هي هذه المراحل، أولا عندنا المناجم، تصفية الفوسفات، معامل وتجهيزات تصنيع، أخيرا موانئ التصدير. سنمر إلى طبعا الثاني. شو يقول لنا؟ نعم، نكبر الصورة بحال نوضح الصورة. إذا قالوا لنا هنا يمثل الفوسفات 94 من إنتاج المعادن بالمغرب، أحدد مواقعه من خلال الخريطة. نعود إلى الخريطة. إذا هالفوسفات فين؟ الفوسفات موجود طبعا في منطقة خريبكا وأسافي طبعا، ثم هنا في الجنوب، هنا في إحدى العيون اللي هنا بوكراع. إذا هذه المناطق ديالو. ثم بعدها قالوا لنا أصفوا، نعم قلبوا للسؤال، نعم هنا أصفوا توزيع باقي أهم المعادن بالنسبة للسلاسل الجبلية. أهم المعادن راه عندنا في طبعا في الخريطة، ها الجواب. إذا المراحل التي يمر بها معدن الفوسفات هي مناجم الفوسفات، التصفية ديالو والنقل ديالو، ثم معامل وتجهيزات التصنيع، وأخيرا موانئ التصدير. هادي عندنا تما. إذا مواقع الفوسفات من خلال الخريطة كاينة في خريبكا، بن قرير طبعا راه حدا أسفي، اليوسفية، ثم بكرة حدا في الجنوب. في طبعا في جبال الريف كاين الحديد بالدرجة الأولى والرصاص والزنك. الأطلس المتوسط يعني وجود الرصاص، والأطلس الكبير النحاس طبعا، طبعا هنا النحاس والمنغنيز والفضة والرصاص. والأطلس الصغير طبعا كاين النحاس بالدرجة الأولى. رجعنا للخريطة، ألقوا النحاس، ها الأطلس الصغير عندنا هنا النحاس. إذا هذا بالنسبة للسؤال هذا الثالث. نمر إلى هنا قالوا لنا أتعرف، هي أتعرف إنتاج أهم معادن من خلال الجدول الآتي، وأسمي ثاني معدن من حيث الكمية بعد الفوسفات. لاحظوا الفوسفات 33 مليون طن،
النحاس 54000 طن، 45000 طن الحديد، الرصاص 46000، المنغنيز 16، الزنك 88000، والفضه 243 طبعا طن. اذا هذه المعادن الموجوده. والثاني بعد الفوسفات اللي هو الزنك، هذو 88000 طن. طبعا هنا يمثل انتاج الفوسفات 94% من الانتاج المعدني، وبينوا ما يعبر عن ذلك من الوثيقه ثلاثه الوثائق. لاحظوا كميه الانتاج ديال الفوسفات 33 مليون طن، بمعنى لا مجال مقارنه مع باقي المعادن، وبالتالي فهو يمثل نسبه مهمه كبيره جدا اللي هي 94%، لانه 33 مليون طن. الثاني الله عنده 88 الف طن. اوضحوا علاقه المعادن بالتنميه الصناعيه من خلال ابراز مجال استعمالها. نعم، أعطيكم الإجابة ديال السؤال قبيلة. قلنا رابعا ثاني معدن من حيث الكمية بعد الفوسفات هو الزنك 88 طن. يمثل إنتاج الفوسفات 94% من الإنتاج المعدني، لأن كمية الإنتاج هي 33 مليون طن، أي كمية كبيرة جدا مقارنة مع باقي المعادن. مجالات استعمال المعادن صناعيا، إذا العلاقة ديالها هو أنها تطوير الصناعات، من أجل تطوير الصناعات. إذا نستعمل مجال استعمال أشغال بناء، تجهيزات ميكانيكية، معدات ديال البناء، إذا المعادن، المواصلات، طبعا صناعة الطائرات، وكذلك صناعة العملات المعدنية، صناعة العملات المعدنية. نعم، من مر هذا عندنا أرصد، هنا أرصد مؤهلات تنموية متعلقة بالفوسفات من خلال معطيات الزبالة. إذا المؤهلات اللي عندنا هنا، يلاحظوا 28 نصيب من السوق العالمي يمثل الفوسفات ومشتقات ديالو، و 4% اسهام في الناتج الداخلي الخام، يعني يسهم ب 4% في الانتاج الداخلي، 20 مليار درهم اسهام في الصادرات. اذا ثم رقم المعامله 46 مليار درهم، وعاد كيعطينا الحاصل الصافي 7 ملايين درهم تعطينا، و 15 شركه فرعيه. اذا هنا أسجل ما استنتجته حول مكان الفوسفات في الاقتصاد الوطني وأهمية تجارته الدولية. إذا لاحظوا أن استنتجنا أن الفوسفات يمثل 94% من إنتاج المعادن بالمغرب، فهو يحتل المرتبة الأولى من حيث الكمية، يعني مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، وطبعا 28% نصيب من السوق العالمي للفوسفات ومشتقاته. هنا قالوا لنا ألاحظ الخطاطة، نرى هذه الخطط هي وارصد صناعه تحويليه للفوسفات. نعم، اذا الانتاج، لاحظوا فالفوسفات ها هي المشتقات ديالو، كنخرجوا منه اسمده فوسفاتيه 4.8 مليار طن، وثم حامض فوسفوري 4.4 ملايين طن. نعم، اما الزير فنصدر هذه الاسمده الفوسفاتيه، كنصدر منها 4.3 ملايين طن، وحامض فوسفوري 2 مليون طن، بمعنى تقريبا في الحامض كنصدر النصف الانتاج، ولكن في الاسمده الفوسفاتيه كنصدر تقريبا الاغلبيه 4.9 ملايين طن، في حين احنا عندنا 4.8 ملايين طن. نعم، هنا قالوا لنا ثاني السؤال، اشرحوا من الوثيقه 5 معنى مشتقات الفوسفات. مشتقات الفوسفات هي ما نستخرجه من الفوسفات من أسمدة فوسفاتية وحامض فوسفوري. قد نقول مشتقات الفوسفات هي أسمدة فوسفاتية وحامض فوسفوري، هي مشتقة ديالها. نعم، أرصد بعض الأضرار من الوثيقة 6، بعض الأضرار الناتجة عن صناعة الفوسفات البيئة. إذا نعود إلى الإجابة المكتوبة، مشتقات الفوسفات هي الأسمدة الفوسفاتية والحامض الفوسفوري، وبعض الأضرار الناتجة عن صناعة الفوسفات البيئة، تلويث المياه طبعا هذا يؤدي الى تلف الثروه السمكيه، ثم تلويث الهواء طبعا، وهذا يقعد انعكاسات على الانسان، على صحه الانسان، فطبعا يؤثر على صحه الانسان مباشره، يؤدي الى امراض الجهاز التنفسي وطبعا غير ذلك. هذه بعض الاضرار، بعض الانعكاسات ديالو. اقدم اقتراحات لما يمكن ان يقوم به المكتب الشريف للفوسفات من اجل حمايه البيئه. اذا طبعا ينبغي ترشيد استغلال هذه الموارد الفوسفات، طبعا حمايه الموارد المائيه من التلوث، تنظيف الانهار الملوثه، فهذه طبعا بعض طبعا التدابير او الاقتراحات طبعا التي ينبغي على المكتب الشريف القيام بها من اجل حمايه البيئه. نعم، عندنا مثلا
النحاس نقل تيار كهربائي، اتصالات عن بعد، أشغال بناء، تجهيزات ميكانيكية. بالنسبة للنحاس الحديثة هو عنده معدات البناء، المواصلات، أجهزة ميكانيكية، الرصاص، تغليف جبال، حبال، نقل الكهرباء عبر البحار، تجهيز البنايات. ثم المنغنيز، تمتين أجهزة معدنية مبيدات. عندنا هنا الزنك، وقاية أجهزة معدنية من الأكسدة، والفضة، أجهزة إلكترونية، آلات موسيقية لتصوير أواني وحلي. نعم، ها بعض الصور. أبحث عن استعمالة الألمنيوم. طبعا استعمالة الألمنيوم فهو طبعا في النقل، السيارات، الطائرات، السكك الحديدية، الدراجات، التغليف، البناء، صنع نوافذ، أبواب. هذه طبعا بعد استعمالة الألمنيوم. النشاط الثاني، أتعرف أهم أنواع الصناعات بالمغرب. نعم، إذا ها هي بعض أنواع الصناعات المغرب. وطبعا عندنا هنا السيارات، ها مناصب الشغل 116 ألف، محط معدات الطائرات 17 ألف، مواد بناء، تعدين، أدوية كيماوية، نسيج ثم وجلد، وكذلك غذائية، يعني صناعة غذائية. إذا سنقوم طبعا بالترتيب ديالها. إذا عندنا الأولى صناعة كيماوية، غذائية، سيارات، تعدين، مواد بناء، معدات صناعة الطائرات، النسيج والجلد، أدوية. نقوم بالترتيب ديالهم. طبعا هنا أذكر منتجات توفرها صناعة التعدين من أجل صناعات أخرى كالسيارات والطائرات وقطاع البناء. إذا بعض المنتجات توفرها صناعة التعدين، يعني المعدات الحديدية، الأسلاك الكهربائية الموصلة، النحاس، هياكل الطائرات، كذلك بطاريات الشحن. هنا يصنع المغرب حوالي 60% من مكونات طبعا السيارة، ويدخل في شركات مع دول أخرى على مستوى باقي المكونات. لاحظوا المغرب 60% من مكونات السيارة. أشرح معنى ذلك. إذا أصبح المغرب بلدا يساهم بشكل كبير في صنع السيارة، بشكل كبير في صنع السيارة. هنا قال لك أعطي أمثلة عن منتجات صناعية تعكس التكامل بين صناعة النسيج وصناعة الجلد. كاينة صناعة الملابس، صناعة الأحذية، طبعا صناعة بعض الآلات. لكل صناعة فروع، نعم لكل صناعة فروع حسب مجالاتها. أرسم من البيان فروع الصناعة الغذائية، هاي الفروع ديالها. كاينة تحويل الحبوب، صناعة الألبان، تحويل السمك، صناعة الزيوت، صناعة التب. طبعا هنا قالوا لنا أرصدوا الفروع الصناعية الغذائية حسبنا. إذا نقوم بترتيبها. عندنا الأولى تحويل الحبوب، صناعة الألبان، تحويل السمك، صناعة الزيوت، صناعة التبغ، صناعات غذائية أخرى، صناعة المشروبات، صناعة اللحوم، وصناعة الفواكه والخضر. الترتيب ديالها، احنا قلنا بالترتيب ديالها. أسمي فروعا من الصناعات الغذائية النباتية والحيوانية. نعم، إذا فروع من الصناعة الغذائية النباتية والحيوانية كده صناعة الألبان، تحويل السمك، صناعة اللحوم، صناعة الفواكه والخضر، وتحويل الحبوب. أذكر منتجات مشتقات من الحبوب. احنا قلناها الحبوب طبعا خرجوا منها مثلا صناعة غذائية نباتية، سنرى ذلك. إذا أتعرف مميزات المغرب وتوجهاته في المجال الصناعي. لاحظوا هنا عندنا صناعة طاقة متجددة معروفة. طبعا قال لك فرضت تطور مهم هنا، توجه المغرب إلى في مجال الطاقة المتجددة. إذا الطاقة المتجددة عندنا الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، ثم الطاقة، هاي الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، والطاقة المائية. هذه الطاقات متجددة يعني نظيفة. أضع تعريفا لهذه الطاقات وأعطي مثالا. إذا الطاقة الشمسية هي الضوء والحرارة المنبعثان من الشمس اللذان قام الإنسان باستغلالهما منذ العصور القديمة باستخدام مجموعة من الوسائل التي تتطور باستمرار. الطاقة الريحية توظيف جريان الهواء وبتشغيل مولدات ميكانيكي تولد الكهرباء. إذا توظيف جريان الهواء. الطاقة المائية الطاقة المستمدة من قوة المياه المتساقطة طبعا وكذلك الجارية. هنا أرصد مزايا في الجدول الآتي طبعا للحاجيات، مزاياها، مزايا الطاقات. الحاجية الطاقية عندنا توليد الكهرباء للتنمية المستدامة، اقتصادية، نظيفة. بالنسبة للبيئة تخلص من استهلاك الفحم والنفط، لا يعني لا تلوث البيئة.
ثم قالوا لنا أجمع معلومات عن إنجاز كبير يهم الطاقة الشمسية، قضاء وجازات وما يواكبه من تطور تكنولوجي. إذا طبعا مشروع ديال الطاقة الشمسية بوزازات يعتبر نور سميتو نور وزازات مشروعا طموحا أطلقته المملكة في ماي 2013، والتي يعني ينتج 580 ميجا وات، تغطي مساحة المشروع الإجمالية 1.4 مليون متر مربع. إذا مساحة كبيرة طبعا جدا. هنا يطور المغرب صناعة السيارات وبين علاقته بالصناعة التكنولوجية، سأضع ذلك في علبة الوصف.